ايوا شغلك قادك اثمنه التمر كاينه الحمد لله موجود داكشي المجهول على كل انواع ولكن الغلا ان علاش هذا الشيء المخطط الاخضر ديال المخطط الاخضر فاشل وهذا هو والتمور ديالنا الحمد لله حنا خصها تكون كلشي ياكل كلشي يشرب ها المغرب حنا مغاربه هذه ولادنا علاش غنهاجروا حنا المطعيخ هو الخيرات الشمس الحمد لله ارض مباركه فيها الحوت فيها كل شيء وبنادم كيبكي والخيرات فحال هادو دابا هادو كل شيء خصو ياكل التمر موجود اخاي الفلوس ما موجودين شي والغلا هاني هانتي نهار اثمنه هانتي كتشوف هاي قدامك بلا حتى شي تسقسيني انا شوف دابا عندك ديال مجهول 140 ماشي الناس هادو اللي مغلينو هما بيدهم ما كيجبروش دابا هاد اليومين المغاربه ماشي اغبياء المغاربه راه عايشين على الصعيد العالمي انا هاد العبد الضعيف مشينا حتى لبرمودا ما تلفنا شي فيها المثلث برمودا جينا لهنا تلفنا مع هادو واش فهمتيني اقسم بالله خدمت برمودا عام ونص انا جزر الكرايب وكمثلنا هاد البلاد ديالنا هاد السياحه اللي كيجيو لعندنا هنا كيجيو حنا المغاربه واحد بسيط كتشوف مغربي بسيط كياخذ طاجين تكسو او شي حاجه كيشارك مع الجار ديالو يهودي فرنساوي الى اخره هذاك الشيء عندنا السياحه دابا السياحه شنو غتقدم له حنا مجبرين ما ناكلو يستحسن اثمنه كل شيء غالي اخاي ديالي كل شيء غالي ما كاينش شي حاجه رخيصه ما كايناش السلام عليكم غاليه كل شيء غالي صافي تما زايد وكل شيء كاين شي حاجه رخيصه حبيبي كاين حتى شي حاجه رخيصه كل شيء غالي هاتينا كتشوف حنايا مكويين كنشريو غير 4 كيلو بحال وصل غير رخيصه فين هو رخيص فين هو رخيص 28 راه هو 28 درهم قبل كان 10 درهم كيعمل 28 دابا هادي فوق في كادي ما خصنا بصل وطوماطيس والبطاطا والعدس والبيصار والحميص اللي خصنا هي هادي اما تي داز فوق في كيك الفروطه واتي فروطه هي كنشوفوها كنسلموا عليها وكنمشي بحالنا الحوت كذلك هو ملي كندخلوا بلاصه كنشوفوا الحوت كنمشي بحالنا هي كنسلموا عليه كيفتينا لاباس الحوت بخيرين بسلامه الله يهنيك فايدة عايشين اخي ديالي تبارك الله عليك التمر ديال المغرب طبيعة الحال تمر زوين عندنا تمر جيد وما لقاوش محسن منه والأثمنة الأثمنة جد مناسبة صراحة في هاد رمضان الأثمنة جد مناسبة ضروري طبلة الإفطار كيكون فيها التمر الحريرة الشباكية السلو كأي مائدة إفطار مغربية فوائد التمر ضروري حنا عندنا كنبداو به هو الاول ضروري من التمر كاين الاثمنه كل واحد على حسب الجهد ديال الجيب ديالو كاين 30 50 70 كل يعني كل واحد شنو يقدر يشري صراحه الاثمنه مناسبه لجميع الفئات فين هو رخيص ما كاينش رخيص رخيص والو ما كاينش رخيص كلشي غالي كلشي غالي الحاجه اللي هي الحلوى طعيبه كتعمل 30 درهم بالحاجه اللي غتاكلها مزيانه كخصك 50 60 70 درهم تمر 80 درهم 70 درهم او تاكل تمر مزيان والتمر هذا كامل هو 20 درهم 30 درهم هاد الحلوى كيعدلوا به الحلوى وشكرا الانواع ديالهم بزاف انا كيعجبني ديال المغرب هو اللي كيعجبني هو اللي كندي هادشي اللي كاين علاش كيعجبني الذوق فيه والمذاق مزيان فهمتي ماشي
حاجه مزيونه ماشي تسمى فهمتي حاجه مزيانه ماشي. بالنسبه للاثمنه؟ الاثمنه كتجيني معوطه شويه مزيانه تقريبا بصراحه. وكاينه ديال 80 درهم كاين 100 درهم فهمتي داكشي على حساب المجهول 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 هو اللي كيعجبني المجهول. 100 درهم كاينه 70 لا 80 درهم 100 درهم هما اللي كاينين كاين 140 درهم هذا الشيء اللي كاين. لا كاين تمر اللي مناسب مع عام الاول مع دابا كاين تمر اللي مناسب الله يهدي. ايوا كاين التمر مثلا ديال عام الاول اللي كاين واحد 10 درهم 5 درهم تما كاينه زايده. التمر كيخصو يكون يعني جوده مزيانه وتكون في صلاحيه المواطن وفي صلاحيه ديال بيع شراي وفي صلاحيه هذا داك اللي غادي يجي يفرق. حتى السوق كيخصهم عاوتاني يحترموا هذه الاثمنه ويحترموا هذه المناسبه ويحترموا هذه العواشر والناس يعني في واحد الحاله يعني شويه قاصحه. كاين التمور ديال الجزائر هي اللي كاين عليها الادخال بزاف هي وديال تونس. اما المغرب راه التمور غاليه شي شويه ما كاين. ايوا راه كاين كتسمع غير المجهول هو اللي كاين ماشي حاجه اللي كنا كنعرفوا قبل كاين رخيصه شويه راه ما بقاتش دابا في السوق. كاين التمر الامارات كاين ديال كاين تمر الامارات كاين ديال السعوديه كاين ديال الجزائر كاين ديال تونس هما اللي كاين عليهم اللي عليهم الدخل دابا بزاف. اما التمر المغرب الانتاج ضعيف والجوده ماشي حتى نتلها. ها كاين داد ارفوت تارو داد شنو كيقولوا زاكوره كاين المهم الصحراء الصحراء والسالب هذيك هي البلاصه اللي كيجي منها التمر. عندنا زمان كاين التمر ديال مصر كاين ديال العراق وكاين اعلى ثمن هو كاين ديال الاردن وديال المغرب. الاردن كاين 140 درهم 120 درهم كاين التمر ديال المغرب 100 درهم كاين 80 درهم كاين 60 درهم وكاين اللي موافق شويه هو التمر الجزائر باقي ترى واحد بين 50 و60 درهم 50 و60 درهم. Thank you.